بروفيشنج تعلم طرق السرد. اليوم حلقتنا بتحكي عن الكاستنج للمبتدئين للكاستنج. انا اليوم بدي انزل اتصيد، بدي اشتغل على الكاستنج. طيب شو بيلزمني عدي؟ اي قصبي، اي مكنه، اي خيط، اي لور؟ ما بعرف شيء، بعدني مبتدئ بهذا الموضوع وحابب اتعرف على كل شيء. كرمال ما تدفع مصاري وما تحرق مصرياتك وما تجيب بضاعه منك بحاجتها، وما تجيب البضاعة الغلط، ما تجيب القصبة الغلط، ما تجيب المكان الغلط، كل هيدول حنعرفهم بهذا الفيديو. كل إنسان حاب يتعلم الكاستينج، هذا الفيديو هو اللي حيفيده، هو اللي حيعلمه. ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب، خلونا نبلش. كاستنج، كثير عالم بتحب الكاستنج. اول شيء معلومه صغيره عن الكاستنج، الكاستنج هو من اروع انواع السرد، هو كل الوقت فيه اكشن، كل الوقت عم نعمل اكشن، كل الوقت عم نعمل حركه، بس بالمقابل الكاستنج فيه تعب، فيه صبر، بدك تكون صبور. اذا منك صبور ما حيمشي حالك بالكاستنج، لانه الكاستنج انت ما عم تعيط للسمكه، انت ناطر السمكه تيجي لعندك هي بالصدفه. نحن لما نصطاد عادي بطعم او بسمكه حيه او شيء معين بيكون في تسفير بالمكان، يعني نحن لما نحط الطعم من زيت يجي هذا السمك على ريحة الطعم اللي نحن حاطينه، فبصير يتجمع ويجي وإلى آخره. أما الكاستينج فهو عبارة عن نور أو عبارة عن سمكة اصطناعية نحن عم ننزلها على الماي، عم نعملها أكشن معينة، عم بتبين إنه هي تعبانة أو مجروحة أو مصابة أو مهاجمة من قبل أو حتى خايفانة وهربانة. فبهذه الحالة السمك اللي بيكون ماري أو السمك المهاجم بس يجي هنا بيجوا بأسراب، يعني بمعنى ما بتيجي سمكة، بيجوا سرب وبيفوتوا ببلشوا ياكلوا بالسمك. تقدر انت تتصيد هالشيء من هذا السرب، بده يكون موجود، ما فيك تعيط له انت عبر اللور، يعني انت بتلفت له نظره وهو وجاي انه في سمكه تعبانه هون فبيهاجمها دغري. قصبه الكاستنج بتكون وزنها اخف من القصبه العاديه وإلها طول معين حسب اذا انت بدك تعمل كاستنج عن الشط ولا تعمل كاستنج او جيجنج من المركب. احنا عم نحكي عن كاستنج، عن شور كاستنج، الكاستنج عن الشط او شور جيجنج، بيشتغلوا اثنيناتهم على نفس القصبه. احنا بحاجه لقصبه خفيفه لا جراماج معين ما منا يتعدى هذا الجراماج تنحس بالاكشن بالقصبة طاولة. اما انا بدي اروح اشتري قصبة، في اشياء بدي اعرف. منك بحاجة لتشتري اغلى قصبة لتروح تتصيد او تشيل سمك. موضوع انك تشيل سمك ما خصه بالكواليتي اللي حتجيبها، الكواليتي اللي حتجيبها هي انا قدي ضيان القصبة معي او قدي عمر القصبة معي. قصبة او رود معينة بسعر كتير قليل وصينية بتشيل سمك، بيضرب معك فرخ كيلو بتشيل كيلو. احتمال اذا ضربت معك سمكة كتير قوية وعنيدة وانت كونك مبتدئ حتحاربها بطريقة غلط ممكن تكسر القصبة معك دغري. بنصح الناس اللي حابين يفوتوا على هيدا المجال برأيي يحاول انه يشتري قصبة وسطية، يعني يتأكد من الماركة، يتأكد من المحل اللي عم بيجيب منه. اللي راح حابب صدر بترك الكومنتات لإلكم، اي حدا حاب يجيب انا بعطيه النصيحة شو الجراماج، شو النوع القصبي، قد ايه طول القصبي، يعني انا بقدر ساعده بهذا الموضوع وانا بقدر دله على اماكن معينه يجيب منها كونه انه هذه الاماكن ثقه بالنسبه لي. بالكاستنج بنحتاج قصبي تكون لوراتها قليله، جراماجها قليل، يعني انا اليوم بدي اشتغل باللور قد ايه هو اكيد يعني عم يتراوح بين 6 7 جرام لل 20 25 جرام. فانا بحاول لاقي قصبي، جيب قصبي اول شيء ركزوا على هاي، يكون جراماجها من 10 او 5 او 7 جرام ل 30 جرام 35 حد اقصى، مش ضروري 40 و50 و60 ما لنا بحاجتهم. صدقوني عن تجربه اللي بده يشتغل بلور او بجيج فوق 30 جرام اقل من 10 دقائق ربع ساعه حيهلك، يعني اقل من هذا الوقت، يعني 7 دقائق 6 دقائق 8 دقائق ايده حتهلك. فأنا بنصح إنه يشتغل الواحد على لورات وجيجات صغيرة، لأنه صغير بيشيل لك سمك صغير وسمك كبير. إحنا عم نحكي سمك صغير طبعاً، مش عم نحكي سمك كتير صغير، عم نحكي إحنا كف إيد نص إيد، يعني حجم منيح كيلو كليان. فهيدي بيضرب على اللور الصغير وبنفس الوقت الكبير بيضرب عليه لهيدا اللور الصغير، يعني أنت بتكسب شغلتين بلا ما تجيب الحجم الكبير، لأنه استحالة يطلع عليك السمك الصغير، استحالة، هي أوريدي مش حفية كلها، يعني ما حيفكر انه يهجم، حيفزع منه. اما بموضوع المكنات الريل، انت بحاجه لمكنه سريعه،
كان اي يكون 5.1 او 5.0، جير ريتشيو يكون اقل من 5، بيهمني يكون 5.2.6.4.5 الى اخره، المهم يكون 5 فاصل شيء، يعني السرعه سريعه، بحيث انه انا لما كب اللور وبلش لم الخيط عندي، سرعه المكنه دعولتي هي اللي بتخلي اللور يمشي اسرع بالمي، بياخذ الاكشن لحاله، بلش من 2000 2500 لل 4000 هذا حد اقصى. نسبه 80% انك تستعمل خيط بريد اللي هو حرير. اوكي، بالنسبه لقصبه الكاستنج، هاي قصبه كاستنج، هاي القصبة انا بفضلها هيدي النوعية، يعني مترين و74 سنتي، الاكشن ميديوم تاعتها 4 ل 24 جرام، بتروح فيها 50 60 جرام، هيدي على مسؤوليتي انا، يعني هي قصبة بتتحمل كثير، انت منك مضطر ابدا تعمل هيك، مش تروح تجيب قصبة تقول يوم من الايام حضرت فيديو لمهدي جابر عم يرمي بقصبة 24 جرام كماكسيموم جرام، عم يضرب مثلا فيها 60 جرام فعادي انا فيني اضرب، لا انا عم اضرب على مسؤوليتي الشخصيه، انا ما بنصحك تعمل هيك. المكنه انا هون بستعمل شيمانو اف اكس 4000. طيب عندي شيمانو اف اكس 4000، هون بيعطوني معلومات عنها، عم بيقولوا لي هون انه اذا بتحط انت خيط 0.30 من الملي بتعطيك 180 متر. هاي المكنه معبيها خيط حرير بريد 25 قلبي 25 باوند، يعني ما يعادل 18 او 20 من الملي حسب نوعيه الخيط، تقريبا 0.20 من الملي، تقريبا معبيها 300 متر لانه البريدد كثير رفيع هيدا وبتعبي زياده، ف 300 متر انا مش بحاجه اكثر من هيك. بنفس الوقت اذا قيمه علي المكنه، يعني 6000 5000 7000 كل ما زاد الوزن، هاي المكنه وزنها بحدود 300 جرام. انت اللي بهمك بشغل الكاستنج تكون المكنه مع القصبة مجموعين على بعض مع الخيط يكون وزنهم خفيف اقل من كيلو كله مع بعض، فتقدر تشتغل بريحتك وتعطي وقت، لانه الكاستنج بده وقت، يمكن تقعد تضرب ساعه ساعتين ثلاثه كل وقتك كاستنج. فهيدي معلومات للمبتدئين عنك، اي شيء بتحتاجوه بموضوع الكاستنج حاترك لكم الكومنت تحت، بتحكوني على الكومنت وانا جاهز اني ارد على كل اسئلتكم. كل شيء معلومات حابين تعرفوها عن الأصبات، طول الأصبات، الجراماج، اللورات، أي شيء بخص الكاستينج أنا بخدمتكم. بتشكر المشتركين بالقناة، بتشكركم أعزائي المشاهدين، واللي مش مشترك هي فرصة إنه يشترك، هذا حيكون الدرس الأول للكاستينج. إن شاء الله بالدرس الثاني نحكي عن الخيط والربطات، نحكي عن اللورات ونحكي عن الأكشن تعولة اللور، حركة الإيد مع الأكشن تعولة القصبي. بتمنى لكم ايام حلوه، ان شاء الله صيد ممتع، وان شاء الله بتطلعوا سمك، والله يرزق الجميع. كان معكم مهدي جابر من قناه برو فيشنج، تعلم طرق الصيد. ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب للصفحه.